يدخل الغزو الروسي لأوكرانيا يومه الثامن مع تضارب إحصائيات الخسائر العسكرية بين الجانبين واعتراف موسكو بمقتل نحو 500 جندي روسي فقط. هذا وتتواصل المعارك في عدد من المدن وسط سيطرة روسيا على مدينة خيرسون وعجزها عن التقدم باتجاه كييف. المزيد في تقرير جمال بشاش. تدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الثامن وسط استمرار القصف البري والجوي الروسي المكثف على عدة محاور للتقدم نحو العاصمة الأوكرانية كييف، وهو طريق يبدو سالكا بصعوبة أمام الجيش الروسي بحسب تقارير غربية. 8 أيام تضاربت فيها الإحصاءات عن خسائر الطرفين. تقول روسيا إنها قتلت نحو 3000 عنصر من الجيش الأوكراني، في حين أعلنت أوكرانيا مقتل نحو 9000 جندي روسي فضلا عن تدمير مزيد من الطائرات والدبابات. أما روسيا فاعترفت للمرة الأولى بمقتل نحو 500 فقط في صفوفها، وهي أرقام رغم عدم دقتها ربما فهي تثبت ما تكبدته روسيا في هذه الحرب حتى الآن. شبكة CNN نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن أوكرانيا خسرت نحو 10% من قدراتها العسكرية، بينما خسرت روسيا 5% من دباباتها وطائراتها ومدفعيتها داخل أوكرانيا. وعلى أرض الميدان تستعر حدة الاشتباكات في كييف وخاركييف وخيرسون التي أعلنت القوات الروسية دخولها وسط مخاوف دولية من اقتراب حرب المدن، حرب يراهن فيها الجيش الأوكراني على الصمود، مع إعلان ألمانيا تزويدهم ب 2700 صاروخ مضاد للطائرات، وإعلان الولايات المتحدة تسليمها عدة مئات من صواريخ ستينجر، كما أن الناتو قرر لأول مرة في تاريخه تعبئة قوة الرد التابعة له في نطاق الدفاع الجماعي ونشر عناصر القوة في أوروبا الشرقية بعد إرسال فرنسا 500 جندي فرنسي من قوة الرد إلى رومانيا. تطورات عسكرية متسارعة رافقتها أخرى سياسية بانتظار قمة افتراضية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة اليابان وأستراليا والهند، تطورات تخشى فرنسا من أن يكون الأسوأ قادما، وضعة حلب السورية وغروزن الشيشانية كمشهدين محتملين لما يمكن أن يحدث في كييف. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من عمان دكتور حسن المومني أستاذ العلاقات الدولية وفض النزاعات، ومعنا أيضا الدكتور باسل الحاج جاسم الكاتب والباحث السياسي. أرحب بكم دكتور باسل. أبدأ معك بالنظر للتطورات العسكرية والسياسية التي خرجت اليوم وسمعنا بها عبر وكالات الأنباء كلها، إلى أين يذهب المشهد في أوكرانيا؟ مساء الخير للجميع. في الواقع نتجه نحو يعني مرحلة جديدة أخرى للتصعيد، سواء داخل الساحة الأوكرانية في المعارك المستمرة منذ عدة أيام، أو من خلال التصريحات وسقفها المرتفع سواء من موسكو أو من الضفة المقابلة في التحالف الغربي، وأيضا استمرار موجة من العقوبات قد تأخذ طابع آخر هذه المرة بالتلويح بإدخال أيضا الطاقة في هذا الصراع. وبالمجمل موجة العقوبات هذه تأخذ طابع مختلف عن كل الحالات السابقة منذ ظهور هذه الظاهرة، ظاهرة العقوبات الاقتصادية التي تستخدمها دائما الولايات المتحدة الأمريكية، أنها هذه المرة تقوم بعملية أشبه بعزل روسيا. وأيضا في سابقة هي المرة الأولى التي يفرض فيها عقوبات على مصرف مركزي من بين دول مجموعة العشرين. المتغير الوحيد أو الشيء الوحيد في ظل هذا الغموض الذي ما زال يخيم على المشهد هو انطلاق الجولة الثانية من الحوار أو التفاوض بين موسكو وكييف، والتي لم تسفر عن شيء جدي كما هو متوقع. قد يكون العامل الوحيد الذي يمكن أن يدعو للتفاؤل هو إمكانية بناء الثقة من خلال جولات التفاوض، والتي مقرر أن تستمر
حيث اتفقوا على جولة ثالثة. صحيح. لا نعرف طيب. بعد موعدها. من هذه النقطة أذهب إليك دكتور حسن، يعني هي الجولة الثانية كما تفضل ضيفي، يعني لم تشهد أي نتيجة إيجابية بشكل أو بآخر، وكان بوتين في حديث له اليوم مع ماكرون قد تحدث عن أنه الشروط الجديدة التي ستقوم روسيا بفرضها ستنفذها، إذا لم تنجح بالدبلوماسية فبالحرب. ما هي هذه الشروط الروسية التي سيضيفها بوتين إلى ما حدده مسبقا؟ مساء الخير لك والمشاهدين الكريم ولضيفك الكرام. لا شك كلما استمر النزاع كلما ازداد تعقيدا حقيقة، من حيث الأطراف، من حيث القضايا، ومن حيث أكيد التكلفة البشرية والإنسانية بهذا الجانب. الآن بتقدير الخاص رفع سقف المطالب الروسية، وطبيعي إن هو إلا تكتيك يهدف إلى تعظيم هذه المطالب وبالتالي تشكيل الضغط. المطالب الروسية الرئيسية هي حقيقة واضحة فيما يتعلق، جوهرها واضح فيما يتعلق في وضع أوكرانيا في نهاية المطاف كدولة حيادية منزوعة السلاح لا تؤثر على الأمن الروسي بترتيبات معينة، ومسألة أيضا التفاهم مع الغرب حول الناتو وتوسعته وحول نشر بالذات الصواريخ النووية قصيرة المدى أو متوسط المدى في هذا الجانب وفي هذا الاتجاه. أضف إلى ذلك مسألة القرم اللي هي طبيعي على اعتبار أن روسيا ضمتها وبالتالي الآن تعتبر من روسيا في هذا الجانب. بل مسألة أنه زيادة مطالب، زيادة مطالب هذا جزء رئيسي من التكتيك، لأنه الآن إذا بنتحدث عن المواجهة عمليا في هنالك روسيا والغرب ميزان القوى، أنا ما بتحدث فقط على السياق العسكري، ميزان القوى في السياق العسكري الاقتصادي الدبلوماسي الانتشار حول العالم هو يميل إلى صالح الغرب، وروسيا في نهاية المطاف لا تمتلك من حيث الناحية العملية إلا عملياتها في أوكرانيا في هذا الأمر. وأضف إلى ذلك يمكن الشيء الحاسم اللي عنده له مسألة النووي، لذلك نرى خلال الأيام الماضية كان الحديث عن مسألة النووي وما نووي في هذا. يعني إذن هل يمكن اعتبار كل التقدم العسكري على الأرض دكتور حسن أنه محاولة لتحسين الموقف التفاوضي ومن ثم يمكن أن يعني يخف التصعيد العسكري؟ مما لا شك فيه. هلا ليس بالضروره ان عندما تبدا المفاوضات لا يكون هنالك مستويات من العنف ومستويات من العمل العسكري، على العكس في النزاعات العميقه وفي كل معظم الحالات اللي كانت تجري كان يكون في مستويات، وقد يكون مستويات تصعيديه اما تكتيكيه او استراتيجيه، وبنفس الوقت في هنالك مفاوضات، لانه في نهايه المطاف انا بتقدير الشخصي هذه النزاعات العميقه مثل هذا النزاع لن تحل في مساله عسكريه حتى لو جاءت روسيا وسيطرت على كييف في هذا الأمر. الحالة الخلافية مع الغرب أكبر من أن تكون في موضوع أوكرانيا في هذا الأمر، لكن هي قد تكون مجموعة ظروف بما فيها التقدم على الجانب العسكري قد تخلق فرص جاذبة تنتج أفكار معينة، يصير في تغيير في المواقف الأطراف، وبالتالي يبدأوا يبنوا حل. الحل لن يأتي دفعة واحدة وبعصا سحرية حقيقة بهذا الأمر، لا، يعني في النزاعات العميقة مثل هذا النزاع وكل هذه الأمور أول شيء روسيا بدها تتفاوض مع أكثر من طرف، بدها تتفاوض مع أوكرانيا، بدها تتفاوض مع الغرب، الولايات المتحدة الأمريكية طبيعي في نهاية المطاف حول جملة هذه المواضيع. القضايا المطروحة ذات طبيعة متعلقة في السيادة، متعلقة في الأمن، ومتعلقة في الهوية حقيقة بهذا الجانب. فهذه القضايا تعقيدية شوكية، وبالتالي مسألة الحل يعني أنا بالتقدير الخاص قد يأتي عبر مراحل معينة إذا استطاعت الأطراف أن تنتهي من ما يسمى في مفاوضات حوار الطرشان هذه اللي جارية منذ أسابيع، إذا استطاعت الأطراف أنها تشكل نقطة بداية، نقطة ارتكاز، نوع من التفاهم، نوع من الأجندة اللي قد تؤدي إلى إنتاج ما يسمى في إطار اتفاق إطار عام. هذا الاتفاق الإطار العام سأعود إليك في هذه النقطة وإمكانيات أمريكا فيها. فقط دعني أنوه إلى الخبر العاجل الذي يظهر على الشاشة نقلا عن وكالة الأنباء السعودية التي تقول أن محمد بن سلمان أبلغ بوتين بإمكانية أن يكون هناك وساطة سعودية بينه وبين الطرف الأوكراني. دكتور باسم، يعني أذهب إليك في هذه النقطة، مجموعة من الدول هي التي تطرح الوساطات حقيقة، هل يمكن أن تفلح أيا منها في تخفيف التصعيد؟ في المرحلة الراهنة أعتقد من الصعب جدا
بسبب الشرخ الكبير حتى الآن، خصوصا داخل أوكرانيا وفي القضية الأبعد بين موسكو والغرب، وعلى وجه التحديد الولايات المتحدة الأمريكية، لأن معروف القضية الأبعد بخصوص الضمانات الأمنية لا تستطيع لا أوكرانيا ولا الدول الأوروبية تقديمها. المعاهدة المطلوبة هي مع واشنطن، وما تريده موسكو يستحيل الاعتقاد أن توافق عليه واشنطن، لأن ذلك سينظر إليه رضوخ، ولأن ما تريده موسكو حرفيا هو طرد الولايات المتحدة الأمريكية من دول أوروبا الشرقية التي كانت في يوم من الأيام في حلف وارسو. ورأينا مؤخرا أيضا مطالب بسحب الترسانة النووية من كامل أوروبا، يعني إبعاد أو فصل الولايات المتحدة الأمريكية عن القارة الأوروبية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، بالعودة إلى داخل أوكرانيا، حتى الآن بعد يمكن القول بعد بدء روسيا عمليتها العسكرية، وستنفذ شق كبير مما تريده سواء ما يتعلق بأوكرانيا أو ما يتعلق بالقضية الأبعد، ستنفذه عسكريا، يعني أنها أوتوماتيكيا ستنفذ بعض مما كانت تطالب به سواء أوكرانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية. لكن يعني هي إلى أي مدى قادرة على الصمود تحت وطأة العقوبات الاقتصادية وتحت وطأة احتماليات تغير شكل الحرب؟ يعني اليوم المصادر الأممية تتحدث عن خشية من أن يتحول الأمر إلى حرب مدن. هل روسيا قادرة أمام هذه المقاومة التي تبديها المدن الأوكرانية على دخول هذا النوع من أنواع الحرب، خاصة أن طريقتها في الأرض المحروقة قد لا تستطيع اللجوء إليها لأسباب أننا نتحدث هنا عن دولة أوروبية وسكانها مسيحيون وغير ذلك من الذي أدلى به الغرب نفسه؟ من الناحية العسكرية أعتقد باستطاعتها الذهاب أبعد من ذلك. أيضا يبقى النظر للعامل الاقتصادي. على المدى المنظور يصعب الاعتقاد أن تستطيع العقوبات القاسية جدا أن يعني تقضي أو تنهك الاقتصاد الروسي. إذن نحن على المدى المنظور والمتوسط أمام عملية عسكرية مستمرة وحرب طويلة. أيضا من ناحية أخرى، لو نلاحظ كلما ازداد سقف العقوبات وارتفع، نجد التصميم الروسي يزداد أكثر، تزداد نجد الإصرار على الرد بأنهم مستعدين للذهاب إلى أبعد الحدود. دكتور حسن، يعني بالنظر إلى ما كنا نتحدث عنه منذ قليل على موضوع بناء أجندة لإيجاد الحل، هناك من يرى بأن أمريكا غير متورطة في هذا الحرب بشكل مباشر، بل هي على العكس تقوم بتوريط الطرفين الأوروبي والروسي بها. إلى أي مدى يعني يمكن أن يكون هذا الرأي مقنعاً؟ لا، يعني هو لا شك الولايات المتحدة الداخلة في هذا النزاع، لأنه أيضا الولايات المتحدة الأمريكية قوة عظمى، وفي هنالك لها مصالح استراتيجية، وتاريخيا أوروبا ضمن ما يسمى في التحالف الأطلسي في هذا الأمر. ولا تنسي أن ما عندما جاءت هذه الإدارة لإدارة بايدن جاء بسياق واحد من العناوين اللي جاء فيها، اللي هي عودة الولايات المتحدة الأمريكية لقيادة العالم، وعودة التنسيق والتشاركية مع حلف الناتو في كل هذه الجوانب. فمسألة الولايات المتحدة الأمريكية ليست داخلة، لا، الولايات المتحدة الأمريكية داخلة وتلعب بفاعلية، سواء كان من خلال الدعم. العقوبات الاقتصادية اللي باتجاه روسيا حقيقة فعاليتها هي من فعالية الولايات المتحدة الأمريكية كقوة اقتصادية كبرى في هذا الجانب. وعلى العكس، الأزمة هذه أظهرت وعادت للحياة مسألة الاعتمادية الأوروبية على الولايات المتحدة الأمريكية في السياق العسكري وغيره. فالولايات المتحدة الأمريكية داخلة، وهي بنهاية المطاف روسيا تعي أن من يستطيع أن يحسم الأمور، يعني إذا روسيا أرادت أن تنهي الأمر فلا بد أن تنهي مع الولايات المتحدة الأمريكية. في أي نقطة يجلس الطرفان دكتور حسن؟ مهمية. في أي نقطة يجلس الطرفان؟ لا الآن الطرفان لابد من، يعني هسع في شغلة معينة عندما تحدثت على الأجندة، المشكلة أن كلا الطرفين لغاية الآن لم يتوافقا على ما هي القضايا الخلافية. هلا واحد من شروط بداية مفاوضات ذات معنى أنه يجي الأطراف يتفقوا أنه هذه قضايا خلافية وبالتالي يجب أنه نناقشها. اللي الآن جاري يعني روسيا تطرح نقاطها، يعني كل طرف روسيا تطرح نقاطها، الطرف الأمريكي هو من يبدو هنا يعني ليس لديه مطالب معينة. لا شك
لا شك على تطرح روسيا مطالبها، لكن هذه المطالب بالنسبة للغرب غير مشروعة، وبالتالي لا يجب الاعتراف بها بهذا الجانب. ما هذه النقطة الخلافية الآن في المفاوضات؟ إذا الأطراف استطاعت أن تتفق على أجندة، على خطة عمل بما فيها القضايا الخلافية، ساعتها تجري العملية التفاوضية. لذلك الآن إحنا منذ شهور وأسابيع يعني هنالك تزاحم في المفاوضات، هنالك تزاحم في الوساطات، هنالك جهود ماراثونية باعتقادي لم تبذل في أي أزمة، في أي حالة خلافية بدأت في بدايتها، لكن بناء اعذرني انتهى الوقت. اشكرك شكرا جزيلا يا دكتور، اعذرني جدا على المقاطعه لكن الوقت انتهى. شكرا لك دكتور حسن المومني. لا خذي راحتك، خذي. لا شكرا لك، شكرا لك استاذ العلاقات الدوليه وفض النزاعات من عمان. الشكر ايضا للدكتور باسل الحاج جاسم الكاتب والباحث السياسي، والشكر موصول لكم مشاهدينا على طيب المتابعه.